السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شفت قناة عراقية، أعتقد قناة السمرة، ما متأكد، مطلعين مقطع هذا البرنامج اللي يطلع فيديوهات من شبكات التواصل الاجتماعي ترند ويعلق عليها. مقطع عراقي أعتقد راجع إلى محافظة البصرة، مغترب هو، ما أدري بيا دولة، وراجع يستهين بالوضع والخدمات وكذا، ويقول أنا يمدح الدولة اللي رحت لها، هي اللي تعطيني خدمات، فهي اللي تصير بلدي، وأنا اللي مضطر بس أرى أزور المراقد وأزور أهلي وراجع. يعني كثير ناس ما معترضة على كلامه، لكن شفت صفحات على التيك توك بعض العراقيين مأيدين كلامه، واختلطنا بالذات الناس اللي برا الناقدين على الوضع أيدوا كلامه، والناس اللي جوا ضايجين وكذا من كلامه. أنا إلي تعقيب بسيط، انا طالع من العراق بالبدء اخر، يعني اروح واجي على الاردن، بس اخر شي طلعت من العراق 2002 نهايته، وبعد ما رجعت للعراق الا بعد ما صرت، طبعا طلعت من الاردن على امريكا وبعدين اخذت الجنسية، رجعت 2015 للعراق، وبعدين ظليت مرات السنة اللي وراها اروح اذا عندي شغلة، ومرات كل سنتين اروح للعراق وهكذا. يعني بس انا قلت لك رسميا ان انا برا العراق، يعني صرت مغترب من نهاية 2002، وحاليا أنا أمريكي مجنس وعايش في أمريكا، وعائلتي هنا بأمريكا، وأطفالي انولدوا بأمريكا، وللأسف يعني وجود حالة صحية إلي للأطفال يعني تتطلب إنه وجودنا لأمريكا. إن شاء الله هم إذا صار الأمور زينة بالعراق، وهي إن شاء الله زينة، إن شاء الله تتحسن، أسأل الله أن يكون عيشتهم بعدين يكملون حياتهم في العراق الحبيب. أنا بالنسبة لي يجوز صعب، يعني لأن قلت لك أمور هواية يعني صحية وكذا، وحتى مادية، وجود هنا أفضل، لكن العراق بلد الحبيب، كل ما تصير الفرصة أروح أنا والأولاد، ووديتهم أنا للعراق وسجلتهم بالعراق، مطلع لهم منا من السفارة بيان ولادة عراقي وراحوا للعراق وسجلتهم بالصحة، بس للأسف كان تخاذلوا بسبب أيام تشدد حكومة الكاظمي سيئة إداريا والمظاهرات، ما صرفوا لهم بطاقة وطنية، لكن هم مسجلين هسه بالعراق مواطنين عراقيين لهم سجل النفوس. وعندي طفلة صغيرة أيضا، إن شاء الله بعد يعني بس يتحسن الجو أيضا أسوي لها بيان ولادة. فاللي أريد أقوله العراق خدماته يعني جاي تتحسن، وكثير أمور جيدة وإن كانت أقل. يعني أنت هذا المواطن وغيره اللي تأيدونه، هاي مو وطنية، ترى أنا هسه بأمريكا، هسه أحكي لكم مينيسوتا بأمريكا، وقبلها بتكساس، وقلت لكم طالع من نهاية 2002، وأعتقد يجوز موتي راح تكون بالخارج، تمام؟ والعمر ما بقى به هواية، فأنا ما جاي يمدح العراق حتى يتخلي شيء، لا عندي راتب تقاعد من العراق رغم أنه استحق لأسباب، يعني أثناء خدمتي من العسكرية استحق راتب تقاعدي بدال 1 2، تشملني قوانين الهجرة والمهجرين بس ما أعطوني، وتشملني قانون إعفاء من الخدمة العسكرية بالجيش لأنه أعتبر مصاب بسبب الخدمة العسكرية وما أعطوني أيضا راتب تقاعد من أيام صدام حسين صارت، وللأسف بسبب الأمور الإدارية والظلم والإجحاف ما انشملت رغم أنه بقوة القانون العراقي قبل السقوط وبعد السقوط مشمول بهالراتبين أو واحد منهم على الأقل. فصدقوني لا عندي ملك بالعراق، عدا ملكين اشتريتهم بأموالي الخاصة اللي طلعتها، أموالي اللي حصلتها من أمريكا مو من العراق. العراق طلعت منه، اعطيت فلوس للدولة وطلعت بيها صدام، تذكرون جواز بفلوس، بس هذا المواطن اللي طلع طريقة كلامه هو، إذا هو معترض على الخدمات مو زينة، صح الخدمات مو بعضها سيئة بالعراق وبعضها جاي تتحسن، نعم العراق مو أمريكا، نعم العراق ولا حتى السعودية ولا الإمارات ولا قطر، بس مو بهاي الطريقة. وراعي إنه ملايين العراقيين موجودين، وتقول على اللي يقول العراق متطورة وشي زين، يقول يسميهم اطلع من الحفرة، يخاطب هذا يعني الناس اللي تمدح بالعراق، اطلع من يعني تسمي العراق حفرة، الله يطيح حظك، آسف يا إخوان على الكلمة، ويبدو رجال كبير بالعمر. والله والله لو هو بأمريكا وأشوفه بأمريكا، حتى لو هاي ممنوعة بأمريكا التهجم على الناس، والله إلا رزله، نعم أنا ما استخدم العنف،
هو عراقي وانا عراقي، هو من الجنوب وانا من الجنوب، بس والله ارزله، ارزله واقول له انت معترض خلايا تمام، انا بنروح للعراق مصور فيديوهات، مسوي شغلات. مره من المرات سووا علي يعني مؤامره، اشخاص وبتت ليله بالارهاب بالناصريه، موجوده الملفات موجوده بالناصرة، موجودة عند المحامي الله يمسيه بالخير، وطلعنا القاضي لأن ماكو أي دليل، والأهل اتصلوا بالسفارة والسفارة كان ممكن تتدخل، وقالوا احنا راح نتدخل لو القاضي ما أفرج عنا حسب اللي نتوقعه، وفعلا من أفرج القاضي واتصلوا بي وقالوا لي محتاج نجي لك للناصرية محل ما موجود أنت، قلت لهم لا الحمد لله، والقاضي كان متعاون والحمد لله مشت. هذا بلد الحبيب العراق بيمر سيء، انا كصحفي كناشط ايضا على المواقع كلها وعندي مقالات قديمه بالسياسه ولا زلنا نحكي الى ان الله ياخذ امانته. نحن ننتقد السيء بالعراق وننشر الشيء الجيد واحنا بالخارج ونروح لنزوره، بس ما تظهر مقطع كثيف وتستهين بالعراق بهاي الطريقه. العراق مو حفره، العراقيين اللي بالعراق مو بحفره، لا قول قول انت لو اتيحت لك الفرصة ان تعيش بالخارج تشوف انه الخدمات اللي قد تقدمها الحكومة العراقية، الحكومات المتعاقبة ليست كما هي باقي بعض الدول اللي عندها نفس خيرات العراق، وانه يفترض كذا ويفترض كذا بطريقة ودية وشيد بالشيء الجيد، مو بهاي الطريقة تحكي. وزائد انه مدحك البلد ثاني انت عايش بيه مقابل ذمك للعراق، هذا شيء سلبي. اخو ماما قايل لك تعال، مو تقول البلد اللي كرمني وكذا، زين انت شلون طريقه طلعت؟ لو طلعت لاجئ، لو طريقه احنا شلون طلعنا؟ زين هاي العراقيين، يعني هل تعتقد انه كرام العراقي احسن من غيره اللي يطلع من العراق؟ لا مو صحيح، انا هسه اقول لك طلعت من الباب لا شارة، لان انا ما عندي قدره انه اغير بالعراق، وردت حياه افضل الي انا. يعني الوضع الصحي ووضعي المادي كان بالعراق معدم، أما لا تقول لي الصحيح، لا الصحيح اللي بالعراق يجاهد ويحاول يغير. أنت لو بيك خير تروح بانتفاضة تشرين ومع الثوار وخلت تجيك كاتم وشي وتغير، تمام؟ بحرب داعش أنت رحت تقاتل؟ لا، ما أنت شلون تغير أنت؟ يا أما أنك مهتم بالوضع العراقي صير زلمة وروح غير مع اللي يغيرون، يا أما ما مهتم انطمن بالبلد اللي أنت بيها وروح لأهلك زيارة وروح زور، ولا تطلع بهالفيديو هذا تحبط معنويات أهلنا وناسنا اللي بالعراق. أنت تقول أهلي بالعراق ورايح أشوف، لا ويقول من لا تشارة، زين ذولا هم بحفرة تعتبرهم؟ لا العراق زين غصبا عليك، وذاك مناطق مو زينة موجودة حتى بالسعودية، أنا مستعد أراويك مناطق مو زينة، حتى بأمريكا هنا عندنا، بأمريكا هنا موجود مناطق مو زينة. بعدين العراق خاض حروب عنده فساد، عاش بالقاعدة وداعش وكذا، هاي ما تقدرها، فمو بهاي الطريقة. والعراقيين اللي العراقيين اللي ساندتوه بتعليقات شفتكم اللي بالخارج، بعضكم من أتباع النظام السابق وكذا، النظام السابق هو سبب هاي المأساة، هو عهد العراق بالنظام السابق أسوأ من هالشي هذا، فمو الكلام طاح على قلبكم مثل ما نقول بلهجتنا بالجنوب ماي بارد، لا العراق لهذا انتقد الوضع، فهذا الوضع جنة يعتبر قياسا بما بقبل السقوط، خاف على بالكم. وهو هذا الكثيف طلع مبين عليه من قبل السقوط، يبدو عليه من قبله. أما إذا تقول لي البلد الثاني رحت وكرمك فعادي، يعني هسه أنا أمريكا كرمتني والحمد لله، عندي باسبور أمريكي وجنسية وطفاء ابني بالمدرسة والتأمين الصحي وكذا، وخلف الله عمري منك، وهاي بلدي الثاني، بس وطن الأم العراق، ما ذم العراق. العراق أيضا بطفولتي كان شامخ وقوي، بس استلم صدام حسين يومية بحرب، فذنب مشكلة العراق، ومو ذنب بس مشكلة العراق، البلد هاي القديمة اللي هي احنا تربينا وخلقنا عراقيين، الله ابتلاها في وجود نظام البعث، وبالذات صدام كان عهد البكر أشوى، العراق غني ورئيس كان مثقف البكر، فالله ابتلى بشخص ديكتاتور صدام مثل ما ابتلى بالسودان عمر البشير وكذا،
إلى أن وصل السودان لمواصلة. والله ابتلى بمصر بحسني مبارك، وابتلى سوريا بحافظ أسد وهسه بشار، وابتلى اليمن بعلي عبد الله صالح وهسه الشلة وراه. فكثير دول الله ابتلاهم، يعني مو بس العراق. أمريكا الله رحمهم، والله سبحانه وتعالى بالدنيا نتيجة تراحم البشر بيناتهم، نتيجة عملهم، يعني مو بالضرورة أنه التدخل الإلهي فوري. الله رزقهم بالآباء الأمريكي المؤسسين وبنوا هاي الدولة الأمريكية. صارت بها مشاكل كثيرة ولا زالت تصير مرات، بس نظامها خلاها هي تعيش برفاهية. إذا نظامها وسياسيين، بالعراق ما سياسي. إذا ما تذم العراق، تذم السياسيين، تمام؟ فهذا اللي حبيت أقوله. وأنا أقول الخلاصة، يعني العراق المغترب لا رحت للعراق، لو تسكت، لو ترفع من معنويات ناسك اللي جوا وكذا، أو تنتقد بالحق. أنا رحت، قلت لك أنا لازلت أنتقد الرياضة العراقية، يعني أنا أكثر شيء أكتب بالرياضة، أنتقد بس أنتقد وأشيد بالزين. فلهذا أنا ولا واحد قال لي أنت عايش برا وتذم بالعراق، يعني يعرفوني إنه أنا عراقي محب للعراق، أنتقد الشيء الشين وأشيد بالشيء الزين، وأقوله بطريقة حلوة، وأقول أنا إحنا العراقيين ليش هذا مضر هذا لبلدنا، مو أقول والله الذم وكأنك جاي من برا ما تنتمي للبلد، ما تنتمي للبلد كفي شرك. وهذا الخلاصة. تحياتي لكم وإخواني العراقيين، وأنا أقول لكم هذا القشمر اللي يقول له يخاطب إن العراق اللي تمدح اطلع من الحفرة، وبعدين نقول، وأنا أقول هذا الزلمة عقله هو اللي بيحفره، من العراق حاشاه أرض وسماء وحضارة وحتى حاضر، أم العراق عمره ما كان حفرة. العراق بلد عظيم، أتشرف إنه أنا منتمي للعراق، واللي ما يتشرف إنه منتمي للعراق هذا إنسان مو شريف.